عبد القادر بغيت نعطيك 40 سكوند ياك وبغيتك تشوف هذه الكاميرا هذه بغيتك تدوز ميساج للناس المسؤولين في البلدين شنو ممكن تقول لهم في هذه القضيه هذه هو الشيء اللي نقولوا اي جزائري واي مغربي يقولوا هذا وهو ان شاء الله يعني تنحل هذيك الحدود باش تكون واحد كاين واحد الاتصال يعني سهلوا فيها الرحمه لاننا نجيو للمغرب والمغاربه يجيو لعندنا مي يعني اون غالير ان بو تشوفوا الحدود مسدوده نتمنوا ان شاء الله يتفقوا باش يحلوا هذه الحدود ويخليوا هذا الشعب يعني خوه اللي راه هو قريب ببعيد.